اللهم ارحم موتانا الغارقين في تركيا واليونان، اللهم افتح لهم بابا في فسيح جنانك، اللهم صبر والديهم وذويهم ان شاء الله، انتم السابقون ونحن اللاحقون. هذه الرساله ساوجهها الى رئيس الجمهوريه. تطلب مني يا سيدي رئيس البقاء في بلاد اجد فيها كل وزرائها ولوزرائها ومسؤوليها يرسلون اموالهم الى البنوك السويسريه. كيف تطلب مني يا سيدي رئيس البقاء في بلاد اجد كل وزرائها وحكامها والتابعين لها يرسلون اولادهم الى احسن المدارس الاوروبيه. تطلب مني يا سيدي الرئيس البقاء في بلادي وانت شخصيا تعالج في المشافي الفرنسية. تطلب مني يا سيدي الرئيس في وقت عندما اتيت في التسعينيات قلت لنا ساخرجكم من الظلمات وساجعل الجزائر تشع نورا. لكننا الان نصادق على ميزانية التقشف. كيف تطلب مني يا سيدي الرئيس البقاء في بلادي؟ قلت لنا ستجعلها من أقوى البلدان ونحن لا نسوي شيء من دون البترول. هل هكذا سنصبح بلدا قويا؟ لا بل نحن من أضعف البلدان. كيف تطلب مني يا سيدي الرئيس البقاء في بلادي؟ أصبحت سرقة آلاف الملايير شيئا تافها شيئا عاديا. لماذا لم أجد الكلمات لأعبر عن حزن الفقير وتحسره على هذه المعيشة؟ تطلب مني يا سيدي الرئيس البقاء في بلادي وانا اعيش تحت الظلم والحقرة كل يوم؟ اذا كانت المعيشة سيئة هناك في اوروبا لقد وجدت الأسوأ هنا في بلادي. فعذرا يا وطن لقد جعلوني مهاجرا رغما عني. هل هذا ذنبنا الوحيد اننا ازددنا في الجزائر؟ لا، لأنها سياستكم الفاسدة ونظام حكمكم الفاسد. لقد جعلتم الجزائر تابعة لكم ولأقاربكم. هناك رب يدري كل شيء في هذا الكون وما يحصل به. والله لا يخيب فقيرا ولا محتاجا. إن شاء الله ستفرج ذات يوم، إن شاء الله سيكون خيرا على الجزائر كلها، وسيصبح هذا الشباب لا يهاجر إلى البلدان الأوروبية. إن شاء الله سيحل هذا اليوم عن قريب إن شاء الله.